السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت أنا استحضرت الشيخ، أنا مش بقدر أصلي ومش بصلي. نعم. أنا نفسي أصلي ومش بقدر أصلي. نفسك تصلي ومش عارفة تصلي، وبعدين؟ أنت آثمة مرتكبة كبائر. الله قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. المصلي الذي يترك الصلاة حتى يخرج وقتها توعده الله بالويل، والويل قيل إنه وعيد شديد وتهديد أكيد لمن تخلف عن الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما حسنه بعض العلماء: ويل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. فالحذر، الحذر من التخلف عن الصلاة. السلام عليكم.